مشاهدينا الكرام، الميدان يا حميدان، وصلوا على النبي العدنان. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله. وانتم مشاهدينا الكرام صلوا على رسول الله. اكثروا من ذكر الله والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تطيب النفوس ويسير الهم والغم. الان تحدي جديد ولعبه جديده من هنا من تريم الغناء محافظه حضرموت. اسمع اقوى تحيه لاهل تريم. يا سلام، جزاك الله خير على الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم عليه. بس بتخسر بتخسر. مهزوم مهزوم. يا شباب بتفوزوا؟ بالراحة. 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 يلا طيب. بنخلي الأستاذ خالد يسوي ايش بتقولوا عليها أنتم؟ كعزنديلة. ايش معنى كعزنديلة هذا؟ يتشقلب. بالراحة. 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 والله شكلها الكلمة الوحيدة. نتعرف على فريقي؟ بالراحة. بالراحة. بس بصوت. أحمد. من علي من كرامة التمور. يا سلام، تحية لأحمد أحمد راحة. يلا هشام هادي عصبان. ها؟ هشام هادي عصبان. اللقب عصبان وأنت هادي. سمعني صوتك. هشام هادي عصبان. هاي يا سلام. محمد سهل مزيان. يا سلام. يوسع عمرك بالطاط. راح فين؟ راح بالراح. ها انا قصدي راح. لا بالراح. يلا ازيك يا باشا؟ ايه ده، اخبارك ايه؟ ازيك انت يا رب. تحيه يا شباب الفريق الاصفر. تحيه. اسمع الفريق الاحمر، فريق الوحوش، وحوش تريم. اسمع هود زيد ما يربح. يا سلام. اسمع الاحمر، اتحداك تجيب، اتحداك تجيب لقب. ايش لقب؟ ايش لقب؟ انا عمر بزياد. انور عمر بازياد. سلطان شوقي بالمهن. بالمهن. الروس عمر علي الحام. ها؟ الروس عمر علي الحام. اي دروس الحام. التحيه للفريق الاحمر يا شباب. المفاجاه هذا التحدي يا استاذ خالد. نعم. والذي سنتابعه مع المشاهدين الكرام في هذه الليله الرمضانيه الرائعه بعد ان نتوقف قليلا. تابعونا مشاهدينا الكرام، نبدا الان الجوله الاولى. فريقي سيكون في البداية هو فريق الدفاع وفريقك سيهاجم. نعم. طبعاً المطلوب الماء اللي في يده يصب في الوعاء الموجود الآن أمامنا. بس التحدي الأرضية يا أستاذ خالد عتكون عبارة عن هزات أرضية بسبب الطربال والزيت. أسأل الله أن يعافينا من الهزات ومن الزلازل. قولوا آمين. وأن يجبر كسر إخواننا في سوريا وفي تركيا من الزلزال الذي حصل لهم. نعد يا أستاذ؟ نعد. واحد. قوي قوي يا شباب. لا 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 لا. قوي يا شباب. ايوه شباب. قوي يا شباب. قوي يا شباب. ايوه. واحد. اثنين. يلا قوي يا شباب. قوي قوي. ايوه 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 ايوه. قوي 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 قوي. شديد 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 شديد. ايوه ايوه. شديد شديد شديد. ايوه يا سلام. واحد. ايوه شوف. لا لا ارجع فوق الطربة. ارجع فوق الطربة. ارجع ارجع. لا 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 هذا مغالطة يا استاذ خالد. لا الا مغالطة يا استاذ خالد. والله حال حال. يلا حيوا يا شباب. حيوا. يا سلام يا سلام. انت الاخير، هذا اخر واحد في فريقك. نعم. يعني هذا املك. يلا يلا جاهز؟ ان شاء الله. الفرامل عندك ممتازه؟ ان شاء الله. يلا اقوى طحصه. انتبه. تابعوا اقوى طحصه. يلا يلا. ايوه الان. قلت لك اقوى طحصه. لا 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 لا. أستاذ خالد طبعاً فريقك قدم اللي عليه، وبالفعل كان فريق السلاحف الطاحس أبدعوا في الطحصات وكانوا مبدعين. ما نشوف فريقك الآن. شوف المقاس. شوف. أيوة. أيوة. يا سلام يا سلام. يعني تستطيع تقول هكذا اثنين أكواب عصير. مشاهدينا الكرام الآن الفريق الأصفر بيبدأ معانا. أحمد بالراحة. يلا. طبعاً بالراحة صفة مش اسم. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله يا أحمد. يلا. شوف شوف شوف. أيوة شوف.
لا 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 يا يلا واحد اثنين ثلاثة رجع علي جيب صاحبك ذكي والله العظيم ذكي الله يثبتك يا احمد يو يا احمد يو 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 احمد قم 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 يا سلام عليك احمد هل اسمك ذكرني ازيك يا يونس يونس جاهز يا يونس جاهز هذا قلب الراحة بيني ذا والله رهيب احسنت يا يونس احسنت يا يونس يا سلام يا يونس واحد اثنين ثلاثة انطلق يا هشام الله يا هشام يا سلام عليك يا هشام الله يا هشام فريقي فريقي بيتساقط يا سلام اوراق الشجر في الخريف بتتساقط يو يا يو 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 واحد اثنين ثلاثة يا سلام عليك يا محمد الله الحكمة لا 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 استاذ خالد انا فاهم ان فريقي يعني يتقن الرقصة الحضرمية طلعت الرقصة اي شيء المصرية طبعا مشاهدينا الكرام للاسف الشديد انتهى الشوط الاول لصالح فريق الاحمر تحيه للاحمر يا شباب الاصفر الاصفر مهزوم انتم ايش سويتوا الان تابعونا في الجوله الثانيه الجوله الثانيه مشاهدينا الكرام الفريق الاصفر بيكون بالرمي في نفس الوقت والاستقبال يا استاذ خالد عباره عن اكياس فيها ماء ملون وفريقك سيظل يستخدم نفس طريقة الهزة الأرضية السابقة يلا ونشوف بقى تحافظوا على الأكياس ولا لا جاهزين يا شباب واحد اثنين الفريق ما تهز لو ما تشوف الأكياس ثلاثة يلا يلا واحد اثنين ثلاثة أيوة يا سلام يا سلام خلاص انتهت بس خلاص ست لا 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 ستة أكياس حافظوا على كم كيس؟ على أربعة يا سلام يلا يمشي الآن بيبدأ الفريق الأحمر وأكيد بيخسروا واحد اثنين ثلاثة يا سلام سلام لا 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 يلا عين هود عين هود يا خالد خالد عين صاحبك ستة كياس كم؟ ستة كياس ولا لا؟ لا عاد باقي اثنين ارمي له عشان استاذ خالد خلاص هود يا هود هود النبي هود يا هود هود النبي هود يا هود هود النبي ها ايش اللي حصل؟ سقط يعني حسمت الجولة الثانية لصالح الفريق الأصفر حسمت الجولة الثانية لصالح الفريق الأصفر وبهذا يكون النتيجة تعادل إذن لابد من أيش جاهز التحدي يا أستاذ خالد جاهز يا أستاذ خالد لا شوف العب سوا لا فوق العب سوا لا فوق يلا جمهور عدوا واحد هذا الثاني خلاص ثلاثة يلا الثاني لا خالد برجمك بهولة
مشاهدينا الكرام انتهى التحدي وانتهت لعبة اليوم، ومثل ما تابعتم في الأصل هي تعادل. الجولة الأولى كانت لفريق الأستاذ خالد والجولة الثانية لفريقي، ودخلنا التحدي الأستاذ خالد. أنا أخذت نصيبي بصراحة، بس بمغالطة. أنتوا تابعتوا المغالطة وشفتوها. دون الجوائز ما طلعتوا تقول دون الجوائز. طلعتوا ودي الجوائز. هات الجوائز. يلا. يا سلام، اسمك يا بابا؟ عمر. تحية لعمر يا شباب. في مشاركة قال كلمة مهمة جدا. أنا تفضل. أنت ترحم. شفت أنا أرحم، مش مثلك يا طاغية. يلا يا طيب. جبروت يا ظالم. 140,000 130,000 متعادلين بالجولتين. هذا بيني وبينك كان مثل الأولة. الشباب جهزوها 130 صح يا شباب؟ 130,000 الفريق الأصفر. تحية يا شباب. و 130,000 للفريق الأحمر. مشاهدينا الكرام، خلص وقت الحلقة، نلتقي غدا بنفس الوقت ونفس الموعد. لا تروحوا لا هانا ولا هانا. خليكم